بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من استوديوهات قناة النادي الأهلي وصالة الأمير عبد الله الفيصل. ننقل لحضراتكم مباراة الكرة الطائرة بين فريقي النادي الأهلي، نادي البطولات والإنجازات. على إيدك اليسار بزي الأحمر، وعلى إيدك اليمين فريق نادي هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بزي الأزرق، في مباريات الدور الثاني ألف للرجال الممتاز ألف. وطبعا كان الدور الأول أو الدور التأهيلي أو التمهيدي كان عبارة عن أربع مجموعات، وصعد من كل مجموعة ثلاثة فرق، يبقى عملنا ست فرق على مجموعتين، يبقى أربع مجموعات، كل مجموعة طلع منها ثلاثة، يبقى ثلاثة في أربعة يبقى 12 فريق، تم تقسيمهم إلى مجموعتين. المجموعة الأولى للاتحاد السكندري والداخلية وطلائع الجيش والزمالك، إستر كامباني والطيران. المجموعة الثانية الأهلي والقناة، سبورتينج والترسانة، سموحة وبتروجيت. وده بنقول عليه مباريات الجولة الأولى إن شاء الله، دي أولى مباريات الجولة الأولى بالدور الثاني ألف لبطولة الدوري الممتاز ألف رجال 2023-2024. تحياتي محدثكم دكتور مروان صالح، ونتابع معا. وكل سنة وحضراتكم طيبين في السنة الجديدة 2024، سنة بداية إن شاء الله خير على كل جماهير النادي الأهلي ومشجعي النادي الأهلي في كل الألعاب، سواء كرة القدم والألعاب الجماعية الطايرة والسلة واليد. أهل البطولات، أهل الإنجازات، وأمام حضراتكم هنقول أسماء الفريقين. نادي الأهلي عبد الله عبد السلام رقم 2، أحمد صلاح رقم 4، بطلنا العالمي أحمد صلاح، رقم 16 محمد عبد المحسن، ليبرو الفريق محمد رضا، محمد رمضان رقم 7، وأمام حضراتكم محمد عبد المحسن رقم 16 سنتر بلوك رقم 16، وآدي بقية أسماء اللعيبة، ومحمد عصران رقم 9 بيلعب في مركز أربعات، وآدي حكمنا الدولي وليد الخشم بيشاور على بداية الإرسال مع نادي القناة، وإرسال من أعلى استقبال النادي الأهلي وإعداد وضربة ساحقة من الخلف ومحاولة من نادي القناة، وأحرز نادي القناة النقطة الأولى والنقطة الأولى. وادي رقم 22 النادي الأهلي أحمد عزب الشرباجي رقم 22. ادي امام حضراتكم فريق نادي القناه بزي والازرق، هنقول رقم 12 على الارسال جورج موريس، هيلعب ارسال من الاعلى استقبال النادي الاهلي، اعداد عبد الله عبد السلام وحائط صد من فريق نادي القناه. يلا نادي القناه ويلا نلعب ويلا نحاول ونخلي بالنا من حائط الصد، ونخلي بالنا من التغطيه على حائط الصد، ونخلي بالنا من التغطيه على الضارب ومن الارسال، نخلي بالنا كويس لان النتيجه الوقت 2 لصالح نادي القناه لا شيء النادي الاهلي. رقم 12 كليكيت تاني مره جورج موريس بيلعب ارسال من اعلى بتيجي في الشبكه ونقطه للنادي الاهلي. ادي تشكيل نادي القناه، رقم 4 محمد نهاد ليبرو الفريق، 12 جورج موريس، ادي ارسال مع عبد الله عبد السلام لاعب النادي الاهلي الفتى الاسمر الذهبي، عبد الله بيلعب ارسال من اعلى مع الوزن استقبال اعداد من نادي القناه واعداد خلفي من رقم 15 معد الفريق محمد الكوانيني، رقم 15 معد الفريق، وبيلعب وادي نقطه التعادل من محمد عبد المحسن سنتر بلوك الفريق، وبيجيب النقطه الثانيه ونقطه التعادل، والارسال ما زال مع عبد الله عبد السلام الفتى الاسمر. والجهاز الفني للنادي الاهلي عبد الله بيلعب ارسال قوي تيجي في لاعب رقم 12 محمد، رقم 12 جورج موريس، ونقطه لنادي الاهلي. التقدم للنادي الاهلي 3-2 نادي هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. المدير الفني للنادي الاهلي فرناندو بنتيز الاسباني مع بيعاونه محمد السيد ومحمد الحسيني مدربان. وادي ارسال ايس بيجي منه نقطه من عبد الله عبد السلام بيجي في الليبرو محمد نهاد وما يوصلهاش في الوقت المناسب، والنقطه الرابعه دبل سكور للنادي الاهلي، الاهلي 4-2
نادي هيئة قناة السويس اهو ما لحقش محمد نهاد، ليبرو نادي القناة، وادي ارسال مرة تانية بنفس اللعبة ونفس التفكير على اللاعب هو محمد نهاد. مرة تانية عبد الله عبد السلام بيرسل او بيبعت كورة كده بالمقاس لأحمد صلاح، اعداد خلفي من مركز 3 لمركز 2 وبيجيبها أحمد صلاح نقطة، والنقطة الخامسة، 5 الأهلي 2 القناة. والإرسال مع عبد الله عبد السلام، عبد الله بيلعب إرسال من أعلى وبتيجي برضو في رقم 12 جورج موريس وتبقى خارج الملعب، والنقطة الستة. وبدأت بقى المهارات والخبرات بتفرق هنا لصالح النادي الأهلي، نادي هيئة قناة السويس طبعا نادي محترم تحت قيادة الكابتن نهاد شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب، وطبعا معاه الجهاز المعاون دكتور وائل محمد إبراهيم مدير فني، وخالد لطفي مدير إداري، محمد أمين محمد مخطط أحمال، كابتن جلال عليان اخصائي اصابات. وادي النادي الاهلي، وادي النقطه، وادي نقطه خارج الملعب ونقطه لنادي القناه، 3 القناه، الاهلي 6. والارسال مع رقم 16 محمد محيي على الارسال. النادي الاهلي طبعا صعد بتصدره المجموعه الثانيه برصيد 30 نقطه، فاز في 10 لقاءات، فاز على فرق كل المجموعه 3-0، 5 في الدور الاول و5 في الدور الثاني في الدور التمهيدي المؤهل لدور او بنقول عليه مباريات او نقول الدور الثاني، نظام التاهيل لدور الثمانيه بقى، ده اسمه نظام التاهيل لدور الثمانيه اللي احنا بنلعب فيه الوقت ده. كل فريق هيلعب في مجموعته، هم 6 فرق في كل مجموعه، الفريق يعني الاهلي هيلعب مع الفرق اللي ما لعبش معاها واللي كانوا معاه في مجموعته مش هيلعب معاهم. يعني مجموعة الأهلي هقول لحضراتكم عليها ونشوف ونفهم الكلام. الأهلي، القناة، سبورتينج، الترسانة، سموحة، بتروجيت. الأهلي لعب مع ترسانة وكان في مجموعته، وبتروجيت لعب مع الأهلي ومجموعته، يبقى الأهلي هيلعب مع سبورتينج والقناة وسموحة، والأهلي كده هو الأول في المجموعة دي، فاز 4 مرات في الدور التمهيدي وعلى الفرق اللي موجودة هنا اللي هي بتروجيت والترسانة، وليه 12 نقطة. هذه نقطة لنادي النادي الأهلي، 9 الأهلي، 3 القناة. والإرسال مع أحمد عزب الشرباجي، وقت مستقطع طلبه الكابتن نهاد شحاتة المدير الفني لنادي هيئة قناة السويس، والنتيجة أمام حضراتكم على الشاشة، 9 الأهلي، 3 القناة، والشوط الأول من مباراة الجولة الأولى بالدور الثاني، والنظام التأهيل ده بنقول عليه نظام التأهيل لدور الثمانية. يعني هنا الفريق هيلعب مباريات مع الفرق اللي ما لعبش معاها أو اللي لعب معاها في مجموعته مش هيلعب فيها. هنا بقى الجهاز الفني للنادي الأهلي أمام حضراتكم أهو، كابتن فرناندو بنتيز المدير الإسباني المدير الفني، ومعاونيه محمد السيد ومحمد الحسيني، ومدير الفريق محمد عبد اللطيف عثمان، وبعدين اداري الفريق احمد محمد اسامه ابو زينه محلل تقني، شادي فهيم محلل تقني، شريف محمد صلاح مدرب لياقه، ايهاب فخر الدين طبيب، اسر محمد كمال اخصائي علاج طبيعي، اسامه ابراهيم اخصائي تاهيل، ومحمد شهير الدين مدلل. ادي ارسال من النادي الاهلي ومحاوله من نادي القناه لتعديل النتيجه او لتقليل الفارق، وفعلا النقطه الرابعه لنادي هيئه قناه السويس. والارسال مع رقم 10 رايع على الارسال اهو، باسل ممدوح، 4 القناة، 9 النادي الأهلي. والإرسال أمام حضراتكم، إرسال من أعلى مع الوزن، استقبال كده من محمد رمضان، وإعداد خلفي من الفتى الأسمر، وضربة ساحقة من محمد عبد المحسن، وادي أحمد صلاح طالع، ولكن في كورة وفي يعني جت في إيد محمد صلاح، أحمد صلاح، وفي جاي خارج الوليد الخشن مشاور عليها خارج الملعب، ولكن في اعتراض من احمد صلاح وفي كلام كده مع كابتن وليد الخشن حكمنا الدولي اللي بيدير هذا اللقاء وبيعاونه كابتن ايهاب نادر حكم تاني، وهو في كلام واتحسبت للنادي الاهلي، وراح كابتن ايهاب نادر للحكم الاول وقال له انا شايفها، واتلعبت نقطه للنادي الاهلي والنقطه العشره. 10 الاهلي، 4 القناة. والإرسال مع محمد عبد المحسن، إرسال من أعلى،
استقبال من النادي القناة، إعداد هناك في مركز 2-4 ومحاولة من لاعب القناة رقم 9 محمد يحيى، وبيجيب النقطة رقم 5 لنادي القناة. 5 القناة 10 النادي الأهلي. أهو محاولة من محمد عصران مرة تانية، وطالع رقم 15 من النادي الأهلي عبد الرحمن سعودي، محاولة منه أنه يوقف الكرة ولكن في خطأ من لاعب النادي الأهلي، والنقطة الخامسة لنادي القناة. وهذه استقبال النادي الأهلي وضربة ساحقة. عصران يا ولد يا عصران، تسلم إيدك تسلم إيدك. ونقطة رقم 11 الأهلي 5 القناة. العالمي أحمد صلاح على الإرسال. يلا يا أبو حميد، نعرفنا طبعا ان احمد صلاح والفتى الاسمر عبد الله عبد السلام اعتذروا عن اخر بطوله افريقيه اقيمت في مصر اللي فازت بها مصر في النهائي على الجزائر، واقتربت من التاهل الى دوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024 ان شاء الله الصيف القادم. 12 الاهلي 5 القناه، والارسال مع النادي الاهلي رايح 4 العالمي احمد صلاح. احمد صلاح 12 الاهلي 5 القناه، هيلعب ارسال بذراعه الايسر، ارسال من اعلى مع الوزن. احمد صلاح بيلعب بذراعه الايسر اهو، وقوي جدا، وبيجيب نقطه ايس، نقطه كده مباشره يا ولد يا ابو حميد. نقطه النادي الاهلي 13 الاهلي 5 لنادي القناة. اهو بص، ادي المخرجنا بيعيد الكورة مرة تانية، وادي الزراع الايسر طالع وبيأدي الخطوات الفنية كما زي الكتاب ما بيقول. 15 الاهلي 5 13 الاهلي 5 القناة، وارسال مرة تانية، لكن المرة دي مرة تسيبه مرة تخيب، مرة تيجي ومرة لا، يعني دي جت خارج الملعب. ونقطة لنادي القناة 6 القناة 13 الاهلي 9 على الارسال محمد يحيى. ارسال من النادي القناه محمد يحيى، هيلعب ارسال من اعلى مع الوزن، ارسال اهو امام حضراتكم عبد الله عبد السلام، بيلعب وبيضرب سريع عبد الرحمن سعودي رقم 15 اللي بيلعب وبيضرب سريع من اعداد المعلم عبد الله عبد السلام، والنقطه ولكن خارج الملعب، ونقطه للنادي القناه 7 القناه 13 الاهلي خارج الملعب. ارسال محمد يحيى، استقبال النادي الاهلي، اعداد وضرب عبد الرحمن سعودي هناك كده، ومحاوله من نادي القناه مره ثانيه، ضربه ساحقه وحائط صد جماعي، ولكن خارج الملعب من عبد الرحمن سعودي محمد عصران وعبد الله عبد السلام، وتبقى نقطه لنادي القناه. نخلي بالنا من حوائط الصد الجماعيه، لازم نطلع مع بعض ونقفل الزاويه عشان نلعب الكوره في ملعب المنافس وناخد نقطه. الإرسال مع محمد يحيى لاعب نادي القناة. 8 القناة 13 الأهلي خارج الملعب الإرسال، ونقطة للنادي الأهلي النقطة 14. الإرسال مع عصران رقم 9 محمد عصران لاعب النادي الأهلي، بيلعب في مركز أربعات أهو، بياخد خطوات الارتقاء بتاعته عشان يلعب الإرسال اللي متعود عليه في التمرين. نموذج جيد من اللاعب المحترم، اللاعب الجيد، اللاعب المتميز عبد الله محمد عصران، هيلعب ارسال من اعلى، وادي استقبال. شفت الكره، الارسال قوي جدا، ان ما قدرش لاعب بتروجيت ان هو يوجهه زي ما هو عايز، ولكن هو اتلعب باسلوب تاني. ومحاوله كده، قلنا التغطيه على حائط الصد يا جماعه والضارب دايما نخلي بالنا منها. الارسال مع نادي القناه، والنقطة التاسعة لاعب القناة رقم 12، هيلعب ارسال من اعلى جورج موريس، استقبال عبد الله، ضربة ساحقة من احمد عزب الشرباجي مرة تانية، رقم 11 طالع تاتش، ونقطة لنادي القناة النقطة العاشرة. 10 القناة 14 الاهلي على الارسال محمد الكوانيني رقم 15، هيلعب ارسال من اعلى استقبال
اعداد عبد الله هناك في مركز اربعه على احمد عزب الشرباجي وحائط صد وتبقى خارج الملعب. برافو يا احمد، نقطه للنادي الاهلي. الارسال مع الاهلي عبد الرحمن سعودي رقم 15 والنقطه 15، يعني صدفه من الصدف الغريبه اللي موجوده، رقم 15 هيلعب والاهلي 15 و10 القناه. ارسال من اعلى استقبال نادي قناه واعداد سريع من مركز ثلاثه ونقطه من مركز ثلاثه سريع من لاعب رقم 16 محمد محيي بيجيب ضربة ساحقة من مركز ثلاثة. وادي الكابتن نهاد جحاتة بيوجه اللعيبة والارسال محمد عرفة رقم 11. محمد عرفة على الارسال، ارسال من اعلى استقبال من النادي الاهلي، اعداد عبد الله احمد عزب وبيلعب وحائط صد يا ولد، بتيجي في حائط الصد للقناة وتبقى خارج الملعب ونقطة للنادي الاهلي والنقطة 16. عبد الله عبد السلام على الارسال، 16 الاهلي 11 القناه، والشوط الاول اللي لسه جاي قدام قناه النادي الاهلي. مباراه الكره الطايره في الدور الثاني الف للرجال الممتاز الف، النظام التاهيلي لدور الثمانيه لمجموعه دي المجموعه الاولى، المجموعه الثانيه اللي فيها الاهلي والقناه وسبورتنج وترسانه وسموحه وبتروجيت. وكده وقت مستقطع لفريق نادي لفريق القناة بقيادة الكابتن نهاد شحاتة، والنتيجة الأهلي 17-11 القناة. يبقى كده الأهلي هيلعب مع سبورتنج ومع القناة ومع سموحة، مش هيلعب مع الترسانة ومع بتروجيت. ليه؟ لأن هو لعب معاهم، وكده الأهلي الأول في هذه المجموعة برصيد 12 نقطة، لأنه فاز على الترسانة وعلى بتروجيت رايح جاي رايح جاي، يعني مرتين ومرتين، يبقى أربع مرات، يبقى 12 نقطة للنادي الاهلي. بيجي في المركز الثاني سبورتنج والاهلي هيلعب معاه برضه، ده كان في مجموعه ثانيه اللي كان فيها سموحه في المجموعه الرابعه، وسموحه والاهلي هيلعب مع سموحه اللي هو كان الثاني المجموعه. وضربه ساحقه خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 18. 18 الاهلي 11 القناه، وفارق 7 نقاط لصالح النادي الاهلي. طبعا النهارده في ماتشات وهقول لحضراتكم عليها، هي المجموعه الاولى اللي هو الدور او الدور الثاني الف الجوله الاولى. النهارده الاهلي بيلعب امام حضراتكم مع القناه، وادي نقطه للنادي الاهلي، احمد عزب الشرباجي بيضرب من مركز اثنين ضربه ساحقه قويه وبيجيب نقطه اهو، بياخد خطوات الارتقاء. دي طريقه طبعا بدا، يعني انا شايف كل اللعيبه بتاخد خطوات عشان تعد الخطوات اللي يلعب منها الارسال. 18 الاهلي 12 القناه، ارسال من اعلى قوي خارج الملعب. يا احمد خف ايدك شويه يا ابو حميد عشان تيجي قيس. 13 القناه 18 الاهلي، والارسال مع نادي القناه 10 على الارسال. باسل ممدوح، قلنا لحضراتكم المجموعه دي، المجموعه الثانيه الاهلي والقناه وسبورتك وترسانه وسموحه وبتروجيت، ده الماتشات اللي هتتلعب النهارده. اما المجموعه الاولى اتحاد سكندري والداخليه طلائع الجيش والزمالك ايستر كامباني او مع الطيران، دول الست فرق اللي صعدوا من الاربع مجموعات في الدور الاول. في تغيير اهو، عبد الرحمن الحسيني نزل مكان محمد عبد المحسن رقم 8. عبد الرحمن الحسيني اهو رقم 8، طبعا ده اخو محمد الحسيني اللي هو المدرب الفريق، هي كلها عيلة الحسيني بسم الله ما شاء الله، لاعبة من لاعبات من العائلات القروية الكرة الطايرة أو العائلات الرياضية في الكرة الطايرة. وادي إرسال وادي إعداد بيلعب أهو، محاولة من أحمد صلاح بيلعب الكرة فوق حائط الصد وبيبص للحكم الثاني أحمد صلاح، وادي حائط صد ناجح للنادي الأهلي عبد الرحمن سعودي ومحمد عصران، والنقطة 20 للنادي الأهلي. 13 القناة اهو طالع احمد صلاح ولعبها فوق حائط الصد. الارسال مع النادي الاهلي 20 الاهلي 13 القناه، مره ثانيه حائط صد ناجح اهو، استقبال نادي القناه، اعداد ومحاوله كده من واحد من نادي القناه محمد عبد المنعم انه يجيب كوره كده وجاب نقطه فعلا، النقطه 14. مش محمد عبد المنعم ده لاعب الاهلي والزمالك السابق، لا ده لاعب ثاني اعتقد،
تشابه اسماء. محمد عبد المنعم رقم واحد على الارسال، لاعب نادي القناه هيلعب ارسال من اعلى، ارسال من اعلى مع الوزن بيجي في الشبكه، وعبد الله بيستقبل اعداد من احمد عزب، وضربه ساحقه من محمد عصران اللي بيجيب النقطه 21، ورايح الاعلامي احمد صلاح. احمد صلاح احمد صلاح بذراعه الايسر بيلعب ارسال قوي بيجيب ايس نقطه، النقطه 22 يا جماعه، النقطه 22، النقطه 22، 22 الاهلي 14 القناه، فارق 8 نقاط لصالح النادي الاهلي. الارسال مع احمد صلاح مره ثانيه، كريكيت ثاني مره، العالمي بيلعب ارسال من اعلى، وادي الايس الثاني، الايس الثاني متتالي نقطة للنادي الاهلي، والنقطة 23. احمد صلاح مستريح خالص وبيجيب يعني نقاط متتالية ومباشرة، تسلم ايدك يا ابو حميد. احمد صلاح على الارسال مرة ثالثة، يلا يا ابو حميد. احمد صلاح بيلعب وبتيجي في الشبكة، حسدناك ولا ايه يا ابو حميد؟ يلا الارسال مع نادي القناه 15 القناه، الاهلي 23، والارسال مع رقم 9 محمد يحيى. محمد يحيى هيلعب ارسال من اعلى، المباراه هاديه جدا. ادي محاوله من عبد الله عبد السلام، واحمد صلاح ما لحقش الكره لان الاستقبال ما كانش على ما يرام، فطبعا الاعداد مش هيبقى على مرام، فطبعا الكره ما عدتش ملعب النادي الاهلي، ونقطه لنادي القناه. 16 القناه 23 النادي الاهلي، وعلى ارسال محمد عبد المنعم، محمد يحيى رقم 9 يلعب ارسال من اعلى استقبال الاهلي، اعداد عبد الله وعبد الرحمن سعودي بيضرب كده، وتيجي تاتش بلوك او تيجي في لاعب وتخرج بره، وتبقى نقطه 24 ونقطه، وينتهي هذا الشوط الاول من مباراه الكره الطايره بين فريقي الاهلي بطل الانجازات وصاحب الانجازات الافريقيه والعربيه والمحليه في الكره الطايره. 24 الاهلي، 16 القناه، وعصران على الارسال، محمد عصران هيلعب ارسال قوي بتيجي في محمد نهاد وتبقى خارج الملعب، والنقطة 25، وينتهي الشوط الأول لصالح النادي الأهلي 25-16 في مباراة 25-16 في مباراة الكرة الطايرة بين فريقي الأهلي والقناة في الدور الثاني أو الدور الثاني ألف للرجال الممتاز ألف. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم في الشوط الثاني مباراة الكرة الطائرة بين فريقي النادي الأهلي ونادي القناة في الدور الثاني للممتاز ألف رجال والمؤهل لدور الثمانية. الدور التمهيدي زي ما عرفنا كان فيه 4 مجموعات وصعد من كل مجموعة 3، بقوا 6 فرق وست فرق يعني مجموعتين، ودلوقتي المجموعتين دول بكل مجموعة بتلعب مبارياتها. هاي والأهلي معاه في مجموعته الأهلي وبتروجيت وفريق هيئة قناة السويس وسبورتينج وترسانة وسموحة وبتروجيت. وادي المباراة، وادي الشوط الثاني، والشوط الأول خلص لصالح النادي الأهلي 25-16. وادي النقطة الأولى للنادي الأهلي في الشوط الثاني من ضربة ساحقة هنشوفها، وادي الإرسال مع عبد الله عبد السلام فتى الأسمر، 1 الأهلي لا شيء نادي قناة السويس. النادي الأهلي طبعا عينه على الدوري وعلى الكاس بعد يعني فقد بعض البطولات الموسم الماضي، فطبعا هو جاب جهاز مدير فني أجنبي من فترة ما كانش فيه مدير فني أجنبي، فرناندو مونتيز الأسباني مدير فني ومعاونه محمد السيد ومحمد الحسيني. وهذه النقطة الثانية للنادي الأهلي، 2 الأهلي لا شيء قناة السويس أو النادي هيئة قناة السويس باسم علي. عبد الله عبد السلام على الإرسال مرة ثانية، إرسال من أعلى الفتى الأسمر بيلعب وضرب ومحاولة كده من محمد نهاد الليبرو فريق نادي القناة انه ينقذ الكرة ولكن بتبقى خارج الملعب، ودي النقطة الثالثة للنادي الأهلي. عبد الله عبد السلام على الإرسال، كلاكيت رابع مرة، إرسال كده قوي هيبقى إرسال من أعلى مع الوزن بالذراع الأيمن، طبعا أقدم 2 في الملعب. وإيس نقطة الرابعة للنادي الأهلي، يا ولد يا عبد الله تسلم إيدك يا عبد الله، 100-100. أدي عبد الله عبد السلام تاني رقم 2، كلاكيت 5 مرة هيلعب إرسال عبد الله عبد السلام من لاعبي القدامى اللي موجودين في النادي الأهلي واللي جاب بطولات كتير جدا واحترف بره. رقم 2 عبد الله على الإرسال، الأهلي 4 القناة لا شيء، وإرسال قوي بيجي في الشبكة ونقطة لنادي القناة، ينتقل إرسال إلى نادي القناة، 1 القناة 4 الأهلي. وهذه تغيير الليبرو رقم 4 نزل ليبرو الفريق اللي هو محمد نهاد، وكان علي فياض اللي هو رقم 20 هو اللي كان موجود في الملعب. والإرسال مع النادي القناة، لاعب رقم 1 محمد عبد المنعم بيلعب إرسال قوي في استقبال قوي وإعداد، وأحمد عزب الشرباجي بيلعب من مركز 2 بيعدي الكورة، وهذه كورة خارج الملعب من نادي القناة ونقطة للنادي الأهلي النقطة الخامسة. وعزب على أحمد عزب على الإرسال رقم 22، أحمد هيلعب إرسال من أعلى، إرسال من أعلى مع الوزن بيلعب إرسال قوي جدا بيجي محمد عبد المنعم، بيجي في إيد محمد عبد المنعم وما يقدرش يلعب الكرة وتبقى نقطة للنادي الأهلي النقطة السادسة. 6 الأهلي 1 بتروجيت، طلب الكابتن نهاد شحاتة المدير الفني ومعاونه كابتن وائل محمد إبراهيم، وقت مستقطع هو كابتن نهاد شحاتة وادي محمد إبراهيم مع الفريق، وادي النادي الأهلي فرناندو بنتيز المدير الفني الأسباني ومعاونيه محمد السيد ومحمد الحسيني وموجودين في أرض الملعب وبيشوف الأخطاء. طبعا الوقت المستقطع ده أصبح كان بيبقى 3، بيبقى 3 لكل فريق في كل شوط، ولكن أصبح 2، بيبقى أصبح المدير الفني كل مدير فني ليه وقتين مستقطعين، وتم إلغاء الوقت المستقطع الوقتين المستقطعين اللي هم بتوع المباراة اللي كان عند النقطة 8 وعند النقطة 16 لسرعة أو لتشويق اللعبة. أحمد عزب الشرباجي رقم 22 على الإرسال، 6 الأهلي 1 القناة، إرسال من أعلى أحمد عزب وخارج الملعب يا أبو حميد، برضو لعبها في الشوط اللي فات كانت برضو كانت قوية وجات خارج الملعب. نخف القوة شوية يا أحمد ونلعب الإرسال هيجي في ملعب المنافس. 2 نادي القناة 6 الأهلي، إرسال واستقبال وضربة ساحقة سريعة من مركز 3 محمد عبد المحسن،
من اعداد وتهيئه عبد الله عبد السلام الفتى الاسمر اهو امام حضراتكم اهو هو المعد في الكره بالتالي لازم هو يطلع يعد وادي محمد عبد المحسن طالع وضرب وجت في حائط الصد بتنزل ملعب نادي القناه سبعه الاهلي نادي القناه وادي محاوله مره ثانيه التقطيع على حائط الصد عبد الله عبد السلام واحمد عزب ضرب خلفي ولكن كده دي كده ضارب خلفي تقدم ولعب الكوره اعلى من الحافه العليا زي اشاره الحكم اهي جت ودي نقطه لنادي القناه النقطه الثالثه. ثلاثه القناه سبعه الاهلي الارسال مع رقم 10 من نادي القناه باسل ممدوح خارج الملعب يا باسل ونقطه للنادي الاهلي وادي احمد صلاح على الارسال العالمي احمد صلاح احمد صلاح هيلعب الارسال من اعلى رقم 4 والنتيجه 8 الاهلي 3 القناه استقبال كده واعداد ومحاوله من رقم 10 من نادي القناه باسل ممدوح ومحاوله من عبد الرحمن سعودي رقم 15 من الاهلي انه يلعب الكوره بسهوله فوق حائط الصد هو بيتكلم عبد الرحمن بيتكلم بفرناندو بيتكلم مع عبد الرحمن عايزه يعد وعايزه يلعب عايز يشوف شكل اللعب تسعة الاهلي ثلاثة القناة احمد صلاح على الارسال كلاكيت تاني مرة بياخد نفس هيلعب الارسال من اعلى مع الواز استقبال مرة تانية بترجع ملعب الاهلي اعداد عبد الله وراي عبد الرحمن سعودي وبيعديها عبد الله كده بذراع واحدة ومحاولة مرة تانية دفاع الملعب من محمد رمضان ليبرو النادي الاهلي رقم 7 جميلة جدا وقدر يدافع عن الملعب مرة تانية خارج الملعب خارج الملعب ونقطة للنادي الاهلي النقطة العشرة النقطة العشرة 10 الاهلي 3 القناة احمد صلاح على الارسال احمد صلاح رقم 4 اعتقد في حاجه الحكم الاول الكابتن وليد الخشن صفر اهو للكابتن احمد صلاح عشان يلعب وادي محاوله من احمد صلاح وادي مره ثانيه دفاع عن الملعب من فريق القناه محمد رمضان عبد الله عبد السلام وبيضرب محمد عصران ولكن نقطه للنادي القناه خطا على النادي الاهلي والنقطه الرابعه أربعة القناة عشرة الأهلي أهو إعداد وضارب ولكن في خطأ من محمد عصران وهو طالع يضرب إرسال مع نادي القناة رقم 8 محمود شحاتة هيلعب إرسال من أعلى محمود بيلعب إرسال قوي استقبال محمد رمضان إعداد ضربة ساحقة محمد عصران بتيجي في حائط الصد وتنزل ملعب القناة ونقطة للنادي الأهلي النقطة 11 يتقدم الاهلي 11 4 فارق 7 نقاط مباراه هاديه ورايقه ولاعبي الاهلي رايقين كلهم النهارده الشوط الثاني من مباراه الكره الطايره بين فريقي الاهلي ونادي هيئه قناه السويس في الدور الثاني للدوري الممتاز للرجال ممتاز الف والمؤهل لدور الثمانيه وادي محاولة من النادي الأهلي أهو ونقطة للنادي الأهلي أحمد عزب والنقطة 12 وعلى إرسال أحمد صلاح يلا محمد عصران على الإرسال محمد عصران 12 الأهلي 4 القناة وادي بتيجي في الشبكة وتبقى نقطة لنادي القناة من محمد عصران وعلى الإرسال رقم 9 من نادي القناة محمد يحيى ادي مرة تانية محمد يحيى إرسال عبد الله وبيلعب وبيعد عبد الله بتيجي عبد الرحمن سعودي بيلعبها كده بذراعه الأيمن وتنزل ملعب هو أحمد صلاح بيقول له ما تلعبش كده تتلعب يعني بطريقة تانية
عشان تصعب على المنافس الهجوم. عبد الرحمن سعودي 13 الاهلي 5 القناه. كل الامنيات بالشفاء لسياده الوزير العمري فاروق. تم الاتفاق على انه هيجري فحوصات طبيه وعشان للسفر الى الخارج، وربنا يشفيه ويعافيه ويرجع للنادي الاهلي ولجماهير النادي الاهلي. راجل خدم النادي الاهلي كتير من اول ما كان عضو مجلس اداره الى نائب رئيس النادي، والى قبلها كان وزير الرياضه. 6 القناه، الاهلي 13. مباراه الكره الطايره بين الاهلي ونادي القناه في الدور الثاني المؤهل لدور الثمانيه للدوري الممتاز الف رجال بصاله الامير عبد الله الفيصل، اللي لسه جاي قدام شاشه قناه النادي الاهلي. والنتيجه 14 الاهلي 6 القناه. عبد الله عبد السلام الفتى الاسمر بيلعب ارسال قوي، استقبال اعداد ضربه ساحقه من مركز 3 والدفاع عن الملعب من النادي الاهلي، وعبد الله عبد السلام بيلعب ضربه خلفيه كده، ولكن رقم 16 من نادي القناه محمد محيي بيجيب ضربه ساحقه وبيجيب نقطه 7. دبل سكور، 7 القناه، 14 الاهلي، 12 على الارسال. جورج موريس بيلعب ارسال قوي، اعداد عبد الله، ضربه خلفيه من عصران، يا ولد يا عصران، نقطه رقم 15 للاهلي. عصران جاي وضارب وعارف الضرب الخلفي لازم يكون اقل من الحافه العليا للشبكه عشان ما تبقاش مخالف لقانون اللعبه. اهو ادي عبد الله بيرفع، جت في ايد احمد عزب، ومره ثانيه طالع عصران اهو وضرب الكوره وجت نقطه للنادي الاهلي. نقطه للاهلي والنقطه 15 وارسال، وادي محاوله ثانيه من النادي الاهلي. محمد رمضان، عبد الله، وضرب محمد عبد المحسن سريع من ما بين مركز 4 و3 وجاب نقطه 16. وعلى الارسال احمد عزب الشرباجي. اهو بص عبد الله طلع، ادي محمد محسن طلع وضارب من مركز 3 سريع. احمد عزب رقم 22 على الارسال، 16 الاهلي، القناه 7. ارسال قوي يجي في الشبكه وينزل ملعب القناه مره ثانيه، ومحاوله كده، قلنا التغطيه على حائط الصد يا رجال، نخلي بالنا نقط صغيره عشان يبقى الفارق كبير لصالح النادي الاهلي. 8 القناه، 16 الاهلي. اهو طالع بص تلعبها فوق حائط الصد وما لحقهاش محمد عبد المحسن ولا محمد عصران ولا عبد الله عبد السلام. في تغيير لنادي القناه، رقم 11 نازل من نادي القناه، محمد عرفه. 11 هيلعب الارسال محمد عرفه من نادي القناه، استقبال اعداد عبد الله وضربه كده بليسنج فوق حائط الصد من احمد صلاح، اعداد خلفي من عبد الله، والثنائي الدويتو عبد الله واحمد صلاح الاثنين، عبد الله عبد السلام واحمد صلاح الاثنين دويتو متفاهم، وحتى اعلنوا الاعتزال الدولي مع بعض. ارسال محمد عبد المحسن، استقبال النادي القناه، ومحاول هنا كده بالرجلين رقم 12 موريس، وبتيجي بيجيب منها نقطه لصالح نادي القناة. وعلى الإرسال رقم 10 والنادي القناة 9، تغيير اهو، رقم 2 داخل مكان رقم 15، 2 اللي هو حسين يحيى، مكان 15 اللي هو محمد الكوانيني. 10 على الإرسال، باسل ممدوح خارج الملعب يا باسل، ونقطة للنادي الأهلي، النقطة 18 الأهلي، 9 القناة، دبل سكور. أحمد صلاح على الإرسال العالمي. كل التوفيق لمنتخب السيدات للكرة الطايرة بقيادة المخضرم عماد نوار، إن شاء الله تعيينه أو استكمال مشواره بعد بطولة أفريقيا وخد المركز الثاني في بطولة أفريقيا، وهيشارك في التصفيات الأفريقية للمنطقة الخمسة المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية المقرر إقامتها بأكرا العاصمة الغانية خلال الفترة من 22 حتى 29 من 8 مارس، سوري، لحد 23 مارس. أما التصفيات هتتلعب
من 22 الشهر الحالي حتى 29 في الصالة المغطاة باتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة. وهذه النقطة 19 لنادي الأهلي و19 الأهلي، 9 القناة والوقت المستقطع لنادي الأهلي 19-9، فارق 10 نقاط أهو أمام حضراتكم على الشاشة. وعالي الشوط الأول خلص لصالح النادي الأهلي 25-16، الشوط الثاني لسه أهو نتيجته 19-9. وادي الكابتن ايهاب نادر الحكم الثاني بيشاور الحكم الاول وليد الخشن ان كله تمام واللعيبه كلها في الملعب وكله في مراكزه. وادي الارسال مع النادي الاهلي، احمد صلاح على الارسال، وليد الخشن هيشاور لاحمد صلاح. وبيشارك في البطوله دي او التصفيات دي كينيا، رواندا، بوروندي، اوغندا، مصر واثيوبيا، دول ست فرق اكيد. اللي هيبقى في المرتبه الاولى هو ده اللي هيشارك في بطوله دورة الألعاب الأفريقية الأكرة إن شاء الله في شهر مارس القادم. نقطة لنادي القناة، النقطة العشرة، 10 القناة، 19 الأهلي، وعلى الإرسال رقم 8 من القناة محمود شحاتة رايح على الإرسال أهو في تغيير لنادي القناة، واحد مكان 12، واحد اللي هو محمد عبد المنعم نزل وخرج جورج موريس رقم 12. الإرسال مع 8، يلعب إرسال من أعلى نادي القناة محمود شحاتة، استقبال النادي الأهلي، إعداد عبد الله، ضربة ساحقة من أحمد عزب الشرباجي، دي مش ضارب خلفي، لا دي لعبها ما غلطش المرة دي وجاب النقطة. وأدي تغييرين مرة واحدة في النادي الأهلي، 14 سيف حسن عابد نازل و12 حسام يوسف مكان عبد الله عبد السلام ومكان احمد صلاح، معد الفريق الثاني حسام يوسف، وسيف عابد بيلعب مكان احمد صلاح لاعب النادي الاهلي في مركز الاثنينات رقم 14. ارسال اهو، ادي محمد عصران بوس بيعد الخطوات عشان يلعب الارسال الصح. دي تدريبات طبعا اكيد الاسباني فرناندو بنتيز، التدريب على كيفيه لعب الارسال وعد الخطوات والخطوات الفنية والإعداد والارتقاء والوزب والضرب، كل دي حاجات مهارات وكل دي خطوات لأداء الإرسال. النقطة 11 لنادي القناة، 11 القناة، 20 الأهلي، وعلى الإرسال لاعب رقم 9 محمد يحيى. بنبارك للمهندس عماد الباهر رئيس منطقة القاهرة الجديد، وبيخلص إجراءات تسليم وتسلم المنطقة وتغيير طبعا التوقيعات، ومعاه الإعلامية إلهام عبد الفتاح نائب، وعمرو عبد الحفيظ أمانة الصندوق، وعضوان إبراهيم سامح وطارق حافظ. كل الأمنيات لمنطقة القاهرة للكرة الطايرة بالتوفيق خلال الفترة القادمة، وتعتبر هي السند والدرع للاتحاد المصري لكرة الطائرة منطقة القاهرة، لأن هي أكبر منطقة وفيها أكبر عدد من الأندية وفيها طبعا دوريات كتير في المراحل السنية كلها 11 و13 و15 و16 و14 و16 و18 و20 وسيدات. في طبعا كلام كده من لاعبي نادي القناة مع الحكم الدولي وليد الخشن، والنتيجة تقدم النادي الأهلي 21-11. وعلى الإرسال عبد الرحمن الحسيني رقم 8، الحسيني هيلعب إرسال من أعلى، استقبال كده، إعداد ومحاولة من نادي القناة لتقليل الفارق، ولكن محمد عصران الكرة جت فيه جت مفاجأة فلعبها بظهر إيده الاثنين مع بعض فجت خرجت بره الملعب، ونقطة للنادي القناة نقطة 12. وعلى الإرسال رقم 2 من نادي القناة حسين يحيى، نادي القناة بيرأسه الدكتور محمد لطفي ومعاه الدكتور عمرو حسنين المدير الرياضي، والمهندس شريف عمار رئيس جهاز الكرة الطايرة بنادي هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. وادي حائط صد ونقطة للنادي الأهلي بحسن سيف حسن عابد على الإرسال، نتيجة 22 الأهلي، 12 القناة وفارق 10 نقاط. المدير الفني فرناندو بنتيز ده طبعا هو عايز يجرب كل لعيبة النادي الأهلي، ينزل
اهو سيف حسن عابد واللاعب الثاني حسام يوسف المعوض الثاني، وادي ايس من النادي الاهلي والنقطه 23. برافو سيف عابد بيجيب النقطه 23. 23 الاهلي، 12 القناه، الفارق زاد بقى 11 نقطه. سيف على الارسال، محاولات طبعا من الجهاز الفني فرناندو بنتيز بتجهيز اللاعبين طبعا للدور التاهل لدور الثمانيه والدور النهائي اللي هيكون فيه مباريات. دور الثمانيه هنقول بالمناسبه هيبقى عباره عن مجموعتين كالاتي، ادي النقطه 13 لنادي القناه، 13 قناه، 23 الاهلي. المجموعه الاولى، اول المجموعه الاولى اللي هم المجموعه اللي بتلعب، المجموعه الاولى اللي هي فيها نادي الزمالك ونادي طلائع الجيش والداخليه والسيست كومباني والاتحاد السكندري والطيران. نقطه لنادي القناه، نقطه 14، 14 القناه، 23 الاهلي. مباراه الكره الطايره لسه جاي امام شاشه قناه النادي الاهلي. 14 القناه مباراه الكره الطايره بالدور الثاني الف للرجال او نظام التاهيل الى الدور الثمانيه. وادي محاوله مره ثانيه وبيجي في الشبكه، والنقطه 24 للاهلي، 24 الاهلي، 14 القناه، فارق 10 نقاط ونقطه وينتهي هذا الشوط لصالح النادي الاهلي. احمد عزب هو واضح ان كل اللعيبه كابتن فرناندو علمهم ان احنا ناخد خطوات ونرجع ونعيد ونلعب الارسال عشان يطلع ارسال مظبوط. ارسال احمد عزب، هيلعب ارسال من اعلى اس ونقطه 25 25 14، وينتهي الشوط الثاني لصالح النادي الاهلي بكوره او بكوره اس من احمد عزب الشرباجي، وراحه ما بين الشوطين الثاني والثالث. Thank you.
مع حضراتكم في الشوط الثالث من مباراة الكرة الطايرة بين فريقي النادي الأهلي ونادي القناة في الدور الثاني للدوري الممتاز ألف رجال والتأهيل إلى دور الثمانية لدوري الكرة الطايرة الموسم 2023-2024. على إيدك اليسار هيبقى فريق نادي هيئة قناة السويس أو فريق قناة، على إيدك اليمين وعلى إيدك اليسار فريق النادي الأهلي بالزي الأحمر. هذه النادي القناة بإرسال من نادي القناة استقبال النادي الأهلي محمد رمضان، وأول نقطة بيجي نقطة أول نقطة للنادي القناة. واحد القناة لشيء النادي الأهلي، تشكيل الفريقين أعتقد زي ما هو. يبقى النادي الأهلي عبد الله عبد السلام، أحمد صلاح رقم 4، عبد الرحمن سعودي رقم 15، هم أمام حضراتكم. لقوا اهو لعب، لا لعب بنفس التشكيل اللي هو طلع بيه من الشوط الثاني، حسام يوسف و سيف حسن عابد، دول ده معد وده امام حضراتكم. ورقم 5 محمد عثمان، ادي ده التشكيل اللي بقول لحضراتكم عليه، ومحمد رمضان ده ليبرو الفريق، وبقيه الفريق محمد عصران اقول لحضراتكم. ادي ده تشكيل النادي الاهلي اللي بيلعب بيه الشوط الثالث. هو عايز المدير الفني فرناندو بنتيز المدير الاسباني، دور الفني الاسباني بيلعب بيه كل اللعيبه. وادي معاهم، ادي وادي محاوله من النادي الاهلي والتعادل 1-1. مره ثانيه عاشف حسن عابد وبيجيب نقطه التقدم للاهلي الشوط الثالث. وادي حسام يوسف رايح يلعب الارسال رقم 12، هو بيريح عبد الله طبعا وبيريح احمد صلاح. اكيد في مباريات تانية ان شاء الله للنادي الاهلي وهقول لحضراتكم ليها. حسام يوسف على الارسال، معد النادي الاهلي يلعب ارسال من اعلى مع الوز باستقبال، ومعاهم طبعا محمد عصران واحمد عزب الشرباقي، دول الاثنين اللي انا ما قلتش اسمائهم في التشكيل، دول اللي بيلعبوا من اول الشوط الثاني او من اول الشوط الاول وما اتغيروش. ثلاثة الأهلي 1 القناة. الإرسال مع حسام يوسف، كل الأمنيات للفريق النادي الأهلي كرة الطايرة رجال وفريق كرة الطايرة السيدات اللي هيبدأ عنده ماتش مؤجل يوم 8-1 مع نادي الشمس. ده كان مؤجل بسبب أعذار في جدول الأنصار. استقبال النادي القناة وإعداد ومحاولة ضربة ساحقة من رقم 16 من محمد محي، وبيجيب نقطة رقم 2 للقناة. 2 القناة، 3 الأهلي. وعلى الإرسال رقم 16 محمد محي، على الإرسال يلعب من أعلى استقبال خارج الملعب، الكورة دي نقطة للنادي الأهلي، النقطة الرابعة. 4 الأهلي 2 القناة. وعلى الإرسال أحمد عزب الشرباجي رقم 22، إرسال من أعلى مع الوزن أحمد عزب. 4 الأهلي 2 القناة، والأهلي فايز في الشوطين الأول والثاني 25-16 25-14. ودي محاولة من نادي القناة اللعب بسجال وحارة صد ناجح من محمد عثمان وسيف حسن عابد، ونقطة للنادي الأهلي النقطة الخامسة. 5 الأهلي 2 القناة. 22 على الإرسال، أهو بيعد الخطوات زي ما قلت لحضراتكم. الشوط الثالث أحمد عزب الشرباجي هيلعب الإرسال في الشوط الثالث. 5 الأهلي 2 القناة، يلعب إرسال من أعلى مع الوزن، إرسال قوي. الإعداد حول إيد واحدة، ولكن لاعب القناة المعد بيقع فبتبقى نقطة للنادي الأهلي النقطة السادسة. أحمد عزب على الإرسال مرة تانية، أحمد عزب الشرباجي إرسال من أعلى مع الوزن، إرسال قوي من نفس المكان ونفس الحتة ونفس الميعاد، ومحاولة ضربة ساحقة من رقم 8 من نادي القناة من محمود شحاتة خارج الملعب، والنقطة السبعة. 7 الأهلي 2 القناة، في تغيير لنادي القناة اهو، داخل رقم 11 وخارج محمود شحاتة اللي هو رقم 8.
والإرسال مع أحمد عزب، 7 الأهلي 2 القناة. إرسال بيلعب أحمد بزراعه الأيمن، واستقبال نفس اللاعب محمد نهاد مرة تانية ومحاولة ودفاع عن الملعب من أحمد عزب. محمد رمضان يعدي السيف عابد دغر مرة تانية، نادي القناة بيلعب ومحاولة وتيجي فأحمد عزب ويحاول عليها سامي يوسف مرة تانية في ملعب القناة، وحائط صد من محمد عثمان رقم 5 اللي بيلعب في مركز 3 هو مكان محمد عبد المحسن، وبيجيب النقطة التامة. 8 الأهلي 2 القناة. أهي آخر كورة أهي أمام حضراتكم، طالع رقم 1 وحائط الصد وبتجيب نقطة من محمد عثمان، والوقت المستقطع لنادي أعتقد لكابتن نهاد شحاتة المدير الفني لنادي هيئة قناة السويس. ادي كابتن فرناندو بنتيز المدير الفني الاسباني لنادي الاهلي وتعليماته لمحمد عثمان، طبعا لسه اول شوط يلعبه. ادي كابتن نهاد شحاته المدير الفني لنادي هيئه قناه السويس وتصحيح اخطاء. وادي الوقت المستقطع انتهى، نزل الفريقين في ارض الملعب، والارسال مع النادي الاهلي احمد عزب الشرباجي. احمد عزب بيتكلم مع المدير الفني اهو، بص بيعد الخطوات 2 3 4 5، بياخد 5 خطوات ويلعب عشان يلعب ارسال عشان ياخد خطوات الارتقاء عشان ما يعديش خط النهايه. يبقى هو المدير الفني علمهم طريقه لعب الارسال اهو، ارسال بيجي في رقم 1 من نادي القناه، ويبقى محاوله منه تعديه الكره الى ملعب الاهلي. مره ثانيه حسام يوسف وطالع ضارب احمد عزب يا ولد، ضارب كده ضربه سريعه ضربه خلفيه واهو، والنقطه 9. وعلى الارسال اهو احمد عزب، خلاص بقى هو عرف المكان اللي بيجي منه الوسب والارتقاء والتقدم للعب الارسال اهو، ارسال من اعلى ايس، نقطه للنادي الاهلي. احمد عزب يا ولد، يا احمد تالق وبدأ ما يضيعش ولا ارسال في الشوط ده، وجاب ايس اهو، والنقطه 10. يسلم ايدك يا ابو حميد، عفوا اهو، بياخد النفس وبيعد الخطوات اللي هيرتقي منها ويقترب ويلعب الارسال. صافرة الحكم الدولي وليد الخشن، ارسال 10 الاهلي 2 القناة. احمد عزب الشرباجة يلعب ارسال من اعلى يا ولد، حلوة قوي قوي مرة، لكن هنا في ضربة ساحقة من رقم 9 من نادي القناة محمد يحيى، بتيجي كده نقطة لنادي القناة. الارسال ينتقل الى نادي القناة، على الارسال رقم 3 حسام جبل يلعب ارسال من اعلى، استقبال واعداد مع حسام يوسف، وضربه ساحقه من محمد عصران وبتيجي في حائط صد القناه وتنزل ملعب النادي الاهلي وتبقى نقطه للنادي القناه. والنقطه 4، 4 القناه 10 الاهلي، على الارسال حسام جبل رقم 3، استقبال النادي الاهلي، اعداد حسام، سيف حسن عابد بيضرب مرة تانية بترد الملعب الاهلي، ومحاولة من احمد محمد عصران، ولكن مرة تانية في سجال الكرة بين الفريقين، وادي خارج الملعب ونقطة للنادي الاهلي، خطأ على نادي القناة. والنقطة 11 الاهلي 4 القناة، والارسال مع محمد عثمان رقم 5 اهو، هياخد برضو بيعد الخطوات، ادي 1 2 3 4 5، هيلعب بقى الارسال، بيهيئ نفسه لاداء الارسال، ياخد نفس ويقترب وبعدين بيرتقي ويطلع ويضرب الارسال، ونقطه للنادي الاهلي. كره بتيجي في الشبكه من وادي عبد الحليم عبو، نزل في مركز 3 اهو، بيلعب بديل لليبرو عبد الحليم عبو، أول مرة يشارك في هذا اللقاء. محاولة مرة تانية
وادي ما هو وادي ضربه ساحقه من رقم 11 وحائط صد سيف حسن عابد مره ثانيه بيضرب وحائط صد في تغطيه على حائط الصد الاهلاوي مره ثانيه عصران بيضرب من مركز اربعه ودفاع عن الملعب وبدات الكره تستمر كده قليلا ما بين الفريقين قبل ما تنزل ارض ملعب احد الفريقين. وادي النقطه 13 للاهلي، الاهلي 13 اربعه القناه. على ارسال محمد عثمان هيلعب ارسال من اعلى استقبال كده مش كويس مره تانية نادي الاهلي وضربه ساحقه من عبد الحليم عبو سريع مركز ثلاثة وبيجيب النقطه 14 14 الاهلي 4 القناه. الشوط الثالث الشوطين الاول والثاني النادي الاهلي 25 16 25 14 عفوا خمسة محمد عثمان على الارسال هيلعب ارسال محمد ارسال قوي من اعلى مع الوزن بيعدي في استقبال اعداد مره ثانيه بيضرب من مركز اثنين حسام جبل وبتيجي في لاعب النادي الاهلي تبقى خارج الملعب ونقطه لنادي القناه. النقطه الخامسه خمسه القناه 14 الاهلي على الارسال رقم 11 محمد عرفه نادي القناه هيلعب ارسال من اعلى استقبال اعداد مره ثانيه وادي سيف حسن بيلعب وادي حائط الصد طالع رقم واحد محمد عبد المنعم وبياخد نقطه كده من الضارب اللي طالع. الارسال مع النادي القناه رقم 11 محمد عرفه ستة قناة 14 الأهلي استقبال إعداد وادي ضربة ساحقة من عبد الحليم عبو محاولة مرة تانية بيرجعها محمد يحيى وادي محاولة من محمد عصران يعدي الكورة لملعب نادي القناة وبيجيب النقطة 15. الإرسال مع سيف حسن عابد رقم 14 15 الأهلي ستة القناة أمام حضراتكم أهو النتيجة تقدم النادي الأهلي شوطين الشوط الأول 25-16 والشوط الثاني 25-14 سيف حسن تيجي في الشبكة عفوا تبقى نقطة لنادي القناة ورقم 9 على الإرسال محمد يحيى استقبال النادي الأهلي أهو محمد عصران حسام يوسف عصران يا ولد تسلم ايدك يا عصران وبيجيب النقطة رقم 16. ستاشر الاهلي سبعة القناة وادي عصران رايح على الارسال خلاص كل واحد حفظ منطقة لعب الارسال من عنده بيعد الخطوات وبيقف عشان ياخد خطوات الارتقاء والاقتراب ويلعب الارسال اهو اقتراب ارتقاء ضرب ساحق وخارج الملعب ونقطه لنادي القناه النقطه التامه. 8 القناه 16 الاهلي وده تغيير لنادي القناه رقم 15 نازل مكان رقم 2 15 اللي هو الكوانيني مكان رقم 2 اللي هو حسن حسين يحيى حسين يحيى الكوانين على الارسال يلعب ارسال من اعلى استقبال محمد رمضان اعداد حسام يوسف وضربه ساحقه من احمد عزب مره ثانيه واحد محمد عبد المنعم وضرب حائط الصد وجت نقطه لصالح نادي القناه النقطه التاسعه. تسعه القناه 16 الاهلي والكوانين على الارسال محمد الكوانيني رقم 15 استقبال اعداد نادي الاهلي وضربه ساحقه من احمد عزب الشرباجي وخارج الملعب ونقطه لنادي القناه النقطه العشره. القناه على ارسال الكوانيني بيلعب ارسال من اعلى استقبال النادي الاهلي محمد رمضان حسام يوسف اعداد كالفي ضربه ساحقه يا ولد يا سيف ضربه ساحقه قويه وبيجيب نقطه النقطه 17.
للنادي الاهلي، ورايح عبد الحليم عبو على الارسال. عبد الحليم عبو من كبار رجال الاهلي. عبد الحليم بيلعب ارسال من اعلى، استقبال محمد نهاد، اعداد ومحاوله، ولكن بيضرب حسام جبل ويجيب نقطه لنادي القناه، النقطه 11. 11 للقناه، 17 الاهلي. حسام جبل على الارسال، رقم واحد محمد عبد المنعم على الارسال. ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال كده النادي الاهلي، محمد رمضان، حسام يوسف، وبيضرب سيف حسن عابد كده اعداد خلفي، وبيجيب نقطه رقم 18. 18 الاهلي، 11 القناه. ادي حسام يوسف على الارسال، معد النادي الاهلي رقم الثاني بعد عبد الله عبد السلام. وسيف حسن عابد يعتبر بيلعب برده في مركز اتنينات بديل احمد صلاح. استقبال اعداد القناه، وضربه ساحقه، نقطه لنادي القناه. 12 القناه، 18 الاهلي، 6 نقاط فارق. وعلى الارسال رقم 16 محمد محيي، بيلعب ارسال واستقبال النادي الاهلي، اعداد حسام يوسف، واحمد عزب الشرباجي بيضرب الكوره، ونقطه تيجي في لاعب وتبقى خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 19. 19 الاهلي، 12 القناه. الشوط الثالث، مباراه الكره الطايره، واحمد عزب الشرباجي رايح على الارسال. مباراه الكره الطايره اللي لسه جاي قدام شاشه قناه النادي الاهلي، بين فريقي النادي الاهلي ونادي القناه، او هي قناه السويس بالاسماعيليه، في الدور الثاني الف للرجال، للدوري الرجال ممتاز الف للموسم 2023 2024، وده هيكون مؤهل لدور الثمانيه في المستوى الاول والمستوى الثاني. وادي الضرب ارسال كده قوي من احمد عزب، ويجيب نقطه، والنقطه 20 للنادي الاهلي. عزب اهو بيضحك مع حسام يوسف، وادي وقت مستقطع اهو، بيشد من اذره المدير الفني فرناندو بنتيز، وبيقول له كده كويس كده، انت 100 100، يعني ما ضيعش ارسال وما ضيعش كوره وبحاولات. وادي محمد الحسيني اهو بيشاور لمحمد عثمان وحسام يوسف على تغيير الاداء. وادي النتيجه امام حضراتكم، تقدم النادي الاهلي 20-12 في الشوط الثالث. الشوط الاول امام حضراتكم 25-16، والشوط الثاني 25-14، وانتهى الوقت المستقطع اللي كان كده، خدوا 2 لصالح نادي القناه و2. ارسال مع احمد عزب الشرباجي رقم 22، احمد عزب، والنتيجه 20 الاهلي، 12 القناه. ارسال من اعلى احمد عزب، واستقبال، محاوله من محمد عثمان كده طالع سريع، وبيجيب النقطة 21 للنادي الأهلي. كل الأمنيات لمنتخب الرجال لكرة الطائرة طبعا بقيادة الكابتن أحمد سمير مدرب نادي الاتحاد. في التصفيات الأفريقية المؤهلة، التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة اللي إن شاء الله مقرر إقامتها برضو مع تصفيات الرجال السيدات بصالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة، والمؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية بأكرف خلال مارس القادم إن شاء الله. والفرق المشاركة في البطولة دي قلنا عليها كينيا، رواندا، بوروندي، اوغندا، مصر، واثيوبيا، ودي هتتلعب من 22 حد 29 الشهر الحالي بالصاله المغطاه باتحاد الشرطه الرياضي بالدراسه. كل الامنيات لمنتخبنا الوطني للرجال بعد فوزه طبعا بالبطوله الافريقيه اللي كانت في مصر، واقترب من التاهل او تاهل لدوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024. ضرب ارسال من احمد عزب الشرباجي، والنقطه 22، وادي محاوله من نادي القناه، ونقطه لنادي الاتحاد، تاتش نادي الاهلي، نادي القناه تاتش بلوك، ونقطه، النقطه 13، وتغيير لنادي القناه 2 مكان 15، 2 اللي هو نازل حسين يحيى مكان 15 اللي هو محمد الكوني. على الارسال حسام جبل، ارسال من اعلى، و13 القناه، 22 النادي الاهلي،
هيلعب ارسال من اعلى اهو بتيجي في الشبكه والنقطه 23 لصالح النادي الاهلي. انتقل الارسال الى الاهلي في تغييره، عبد الرحمن الحسيني نزل مكان محمد عثمان 8، محمد عبد الرحمن الحسيني هيلعب الارسال وطالع محمد عثمان. 23 الاهلي 13 القناه، وعبد الرحمن الحسيني على الارسال رقم 8. نفكر حضراتكم ان الاهلي خد الشوطين الاول والثاني، وادي محاوله من النادي الاهلي وضربه ساحقه نقطه للنادي القناه من مركز 2، ضربه خلفيه من حسام جبل وبيجيب النقطه 14. الارسال مع نادي القناه 11 على الارسال، محمد عرفه، محمد عرفه هيلعب ارسال من اعلى استقبال النادي الاهلي، اعداد حسام عبد الحليم عيب وبيلعب ويجيب الكوره 24 او النقطه 24 للنادي الاهلي، 24 الاهلي 14 القناه نقطه، وينتهي هذا الشوط وهذا اللقاء لصالح النادي الاهلي في الجوله الاولى في الدور الثاني الف للرجال للدوري الرجال ممتاز الف. مجموعه الاهلي طبعا عفوا الاهلي معاه بتروجيت ومعاه سبورتنج ومعاه سموحه ومعاه وادي نقطه لنادي القناه نقطه 15، والارسال مع نادي القناه 15 القناه 24 الاهلي. قلنا الاهلي والقناه وسبورتنج والترسانه وسموحه وبتروجيت، الاهلي مش هيلعب مع بتروجيت والترسانه لانه لعب معاهم وهو متصدر هذه المجموعه، فاز اربع مرات وليه 12 نقطه، وهيلعب مع سبورتنج وهيلعب مع سموحه وهيلعب مع القناه، الثلاث فرق دول. استقبال النادي الاهلي، اعداد محاوله وضربه ساحقه ونقطه للنادي الاهلي النقطه 25، وينتهي هذا الشوط وهذا اللقاء 25-15 لصالح النادي الاهلي، ويفوز النادي الاهلي بالجوله الاولى او في الجوله الاولى على القناه بثلاثه اشواط مقابل لا شيء، الشوط الاول 25-16، الشوط الثاني 25-14، الشوط الثالث 25-15، وان شاء الله نشوفكم الى في لقاءات اخرى مع مباريات الكره الطايره من شاشه قناه النادي الاهلي. احييكم محدثكم دكتور مروان صالح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.